This video is sponsored by EA Game Changers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بالقناة وبمقطع جديد وبشي جديد جاي بالكونيا يلي هو اليوم حنتكلم عن الـ EA Access وشو تستفيد من الـ EA Access، شو هي الـ EA Access. تابعونا بالقناة لنهاية المقطع وإن شاء الله منكون غطينا كل شيء عن الـ EA Access. وطبعا أول شيء بوجه الشكر للـ EA وبرنامج الـ EA Game Changer اللي عطانا الـ Opportunity عشان نساوي المقطع مع الـ EA Access. ونبدأ إن شاء الله. أول شيء الـ EA Access حاليا موجود على الـ PlayStation Store، تقدر تنزله عن طريق الـ Store. طبعا بتروح على Search وبتكتب فوق EA Access حتى يطلع لك كل شيء عن الـ EA Access، وبيكون في خيارين للاشتراك. في عندك اشتراك لمدة شهر وقيمته تقريبا $5، وفي عندك اشتراك لمدة سنة 12 شهر وقيمته $30. انا حاليا نزلت عندي الـ EA Access والحين نفتح الـ EA Access حتى نشوف شو هو الـ EA Access ونتعرف عليه اكتر. اهلا وسهلا EA Access. طبعا هلا القوائم هدلون، انا هلا حاخدكن واحدة واحدة ونشوف ونتعرف اكتر واكتر شو هنا القوائم وشو الالعاب الموجودة. نبلش بالقائمة الاولى يلي هي games، وبتنزل على ال installed games. هي معناتها انت الالعاب الموجودة عندك ومنزلة عندك على البلاي ستيشن. وعندك القائمة الثانية يلي هي the vault، وهي اللي بتعطيك الالعاب المتوفرة حاليا بال EA Access واللي انت بتقدر تنزلها وتلعبها. ومن بعض هي الالعاب الموجودة فيفا 19، NHL، NBA، مادن 19، في عندك الفيفا 18، في NHL 18، في عندك تايتان فول 2، ستار وورز 2، ميرور ايج، UFC 2، باتل فيلد، نيد فور سبيد، العاب باتل فيلد بشكل عام اللي هي الهارد لاين، باتل فيلد 4، باتل فيلد في وباتل فيلد 1 وغيرهم والعاب كتير. طيب شو حتستفيد انت من الـ EA Access؟ تمام، الحين انت حتستفيد من الـ EA Access بعدة شغلات. اول شي طبعا حيكون عندك فترة لعب للجيم يلي هي 10 ل 20 ساعة حسب الجيم وحسب الاشتراك عندك. تاني خاصية انه انت حتقدر تشتري اللعبة بديسكاونت، يعني لو عجبتك اللعبة اللي لعبتها وجربتها مجانا حتقدر تشتريها وحيكون في عليها ديسكاونت. خاصية الثالثة انه لو انت اشتريت اللعبة ونزلتها وبلشت تلعب فيها، البروسيس يلي انت سويته من الـ EA Access خلال اللعبة عن طريق الـ EA Access حيكون موجود باللعبة الاساسية من بعد ما تشتريها. طبعا غير البيتا والالفا، لو في اي ترايل في اي بيتا بتقدر تشارك البيتا وتلعب الجيم. وهلأ على السريع في نقطة معينة حابب بس أركز عليها. بتروح على My Account، ومن My Account بتفوت على الـ Subscription تبعيتك، ومن Subscription حيكون عندك Turn Off Auto Renew. هلأ طبعا وقت تشترك بالـ EA Access أوتوماتيك حيكون عندك Renewal موجود. لو أنت ما حابب تكمل بتقدر تدخل على هذه الأوبشن وتساوي لها تيرن اوف حتى ما تتجدد كل شهر لوحدها او كل سنة لوحدها. اوكي، الحين كيف بدك تنزل اللعبة؟ طبعا بتفوت على الستور تبعيت الـ EA Access وتفوت على اللعبة المطلوب انك تنزلها، بس بتضغط عليها بتاخدك على الستور. من الستور بتضغط على داونلود لتنزل اللعبة وتجربها. طبعا هذا كله حيكون مجاني. انا حاليا منزل كم لعبة من الـ EA Access وان شاء الله قريبا رح اساوي لكم ستريم بث مباشر على هالالعاب هاي. وانت بتقدر تخبرني بالكومنت او تكتب لي على تويتر شو اللعبة اللي بتحب تشوفني عم بلعبها، او شو حابب تشوف العاب عم تفكر تشتريها من الـ EA.
وهيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. بتمنى أن يكون المقطع عجبكم، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة. لو عندك أي سؤال أي استفسار فيك تحطه تحت في الكومنت، أو تقدر تواصل معي عن طريق التويتر، حساباتي موجودة في الديسكريبشن. وأكيد حيكون في عندي giveaways على اشتراك EA Access لمدة شهر لأكثر من فائز عن طريق حساباتي في السوشيال ميديا والديسكورد شانل. ومرة تانية شكرا لEA وبرنامج Game Changer لدعم وسبونسر المقطع، وبشوفكن على خير إن شاء الله.